بيلحم بمعنى اصح كمان العش في العش، يعني بيبقى بسم الله ما شاء الله ممكن يبقى لسه بياكل في الزغاليل بتاعته، وتبصوا تلاقوه بيبيض. انا شفت طبعا الموضوع ده عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كتير في الفتره الاخيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحه واحسن حال. فيديو جديد من عند الحمام، والنهارده جايبه لكم مكون مهم جدا جدا جدا. الناس اللي بتشتكي من قله البيض والحمام اللي مش شغال، الحمام مريح، الحمام بيطلع بيضه مخصبه والبيضه الثانيه بتبقى فاضيه، او بمعنى اصح الحمام بيروح. السؤال الشهير، الحمام بيتزاوج وبشوفه بيعشش، بس المشكله ان مفيش بيض، ايه المشكله والمشكله فين يا جماعه؟ طيب النهارده ان شاء الله معانا مكون مهم جدا جدا جدا، هيساعد او هيقضي بمعنى اصح على مشاكل اللي هي خاصه بالخصوبه ومشاكل الترويق ومشاكل بتاعه التبويض. المكون بتاعنا النهارده يا جماعه بيساعد في زياده الخصوبه عند الحمام وزياده القدره الجنسيه، وده طبعا بيخلي الحمام في حاله انتاج مستمر، لان طالما في تزاوج وفي بيض يبقى في انتاج طبيعي، يعني بيلحم بمعنى اصح كمان العش في العش، يعني بيبقى بسم الله ما شاء الله ممكن يبقى لسه بياكل في الزغاليل بتاعته، وتبصوا تلاقوه بيبيض. انا شفت طبعا الموضوع ده عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كتير وفي الفتره الاخيره، لان اهتميت ان انا احط المكون ده والحاجات اللي انا قلت لكم عليها كمان. كمان بيعزز وينظم عمليه التبويض عند النواتي، لان فيه هرمون مهم جدا جدا هقول لكم عليه خلال الفيديو. بس طبعا اتمنى في الاول كده تدعموني بلايك، ولو مش مشتركين عندي انزلوا تحت جري كده على الزرار اللي هو احمر اسفل الفيديو مكتوب عليه كلمه اشتراك بالاحمر، او سبسكرايب كده على ايدكم الشمال هتدوسوا عليه وهتفعلوا الجرس، هتفعلوا اول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انزله، اي فيديو انزله يجي لكم اشعار بيه. وفي النص كده هتلاقوا كلمه مشاركه او شير، شيروا الفيديو على قد ما تقدروا يا جماعه لاي حد تحس ان هو ممكن يستفاد من الفيديو. تمام كده، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين والاخرين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الى يوم الدين. ايه هو بقى المكون بتاعنا النهارده؟ هنحطه امتى وهنحطه ازاي وكم مره في الاسبوع او كم مره عامه، وبيعمل ايه وايه الفوائد الكتير اللي فيه اللي بتخليه بجد بجد بيخلي الحمام في حاله انتاج مستمر وبيلحم العش في العش؟ هنعرف كل الكلام ده مع بعض. ده يا جماعه بذور الفجل. ايوه بذور الفجل، بذور الفجل من الحاجات الجميله جدا جدا اللي مليانه فوائد غذائيه للحمام لا تعد ولا تحصى، هنقول كل حاجه دلوقتي بالتفصيل. طبعا دي بذور الفجل او بالعاميه كده زي ما بيقولوها عندنا في الفلاحين او المصريين بمعنى اصح بيقولوا زريعه الفجل، دي البذور اللي احنا بنزرعها في الارض، فاهمين؟ طيب بنجيبها منين البذور دي؟ عشان برضو في ناس كتير بتسالني، بنجيبها من عند اي عطاره، اي محل عطاره هنلاقي فيه البذور دي، او اي محل بذور زراعيه، تمام؟ هنلاقي فيه ايه؟ انواع البذور كلها. طبعا الحمام زمان يا جماعه او الناس اللي هي كانت او الناس بمعنى اصح اللي هي في الفلاحين وجنبها طبعا حقول زراعيه وبتسيب الحمام بتاعها بيخرج بره، بيروح بيجيب حوايجه بمعنى اصح من الارض، بيحدق من الارض، بياكل البذور اللي بتبقى واقعه من الفلاحين، ان كانت بقى بذور فجل، جرجير، اي نوع من انواع البذور اللي بيبقوا زارعينها في الاراضي الزراعيه بيحدق منها وبياخد كفايته من البذور دي. طبعا الناس اللي هي حابسه الحمام عندها زي حالاتي كده، والناس برضو اللي هي طبعا مربيه في اماكن يعني مش زراعيه، مش جنب اراضي زراعيه ولا حاجه ولا كده، مهم جدا تحط للحمام البذور دي لان بجد من الحاجات المفيده جدا. طيب بذور الفجل ايه الفوائد اللي فيها؟ بخليكي مهتمه قوي ان احنا نحطها للحمام، فيها يا جماعه كميه من البروتينات عاليه جدا، وفيها فيتامين اي او فيتامين الف، فيها فيتامين سي، مغنيسيوم، بوتاسيوم، فيها حمض الفوليك، فيها زنك، فيها صوديوم، فسفور، حديد، كالسيوم. كمان يا جماعه بذور الفجل فيها مضادات اكسده مهمه جدا جدا لصحه الحمام وسعرات حراريه، وكمان فيها الياف واملاح معدنيه. ده بقى بالنسبه للعناصر الغذائيه والفيتامينات اللي موجوده في بذور الفجل. طيب ايه فوائدها او بتعمل ايه للحمام بذور الفجل؟ اول حاجه واهم حاجه يا جماعه بتحرق الدهون الزايده عند الحمام، مشكله التليس او تكيس المبايض عند النواتي بتعالجها. تاني حاجة يا جماعة بتساعد في زيادة الخصوبة طبعا وزيادة القدرة الجنسية، ده طبعا بيزود الانتاج وبيخلي الحمام في حالة انتاج مستمر، وزي ما قلت لكم بيلحم العش في العش. بذور الفجل يا جماعة بتزود من قوة جهاز المناعة عند الحمام، وده طبعا اللي احنا محتاجينه في الفترة اللي احنا فيها دي اللي الدنيا متبهدلة فيه، وبترفع من فاعليته وأدائه، بتخليه يشتغل بشكل كويس. طبعا احنا
عارفين اهميه جهاز المناعه، هو اللي بيتصدى لاي امراض فيروسيه كانت او اي امراض بتبقى داخله على جسم الحمام. طبعا في الفتره اللي احنا فيها دي بتكتر الامراض الفيروسيه والشوطه والنيوكاسل والحاجات الكتير اللي بتكتر في الفتره اللي احنا فيها دي. طبعا اهم حاجه جهاز المناعه يبقى قوي، لو جهاز المناعه قوي هيتصدى لكل الامراض دي. تمام كده. طيب بتعمل ايه تاني؟ بدور الفجل بتساعد في علاج امراض الشتاء والبرد والانفلونزا والامراض الكتير برضو اللي منتشره في الفتره اللي احنا فيها دي. بذور الفجل يا جماعه بتخفف من مرض الامساك عند الحمام وبتسهل عمليه الهضم والاخراج، وبتحسن توصيل الاكسجين للدم وبتنقي الدم من الشوائب والسموم. كمان بذور الفجل يا جماعه بتعزز وتنظم عمليه التبويض عند الحمام لاحتوائها على هرمون مهم اللي انا قلت لكم عليه في الاول، وهو هرمون الاستروجين. وهرمون الاستروجين ده مهم جدا جدا للنواتي. كمان يا جماعه بذور الفجل تعتبر منشط قوي جدا لجسم الحمام، وكمان يعتبر مضاد حيوي طبيعي. طيب بعد الفوائد دي كلها اللي احنا قلناها، مش بجد المفروض نعتمد عندنا البذور دي ونحطها للحمام بشكل مستمر؟ طيب هنحطه للحمام؟ لو هنحطه لوحده هنحطه مرتين في الاسبوع. مهم بجد والله، من الحاجات الجميله جدا واللي هتفرق معاكم عند الحمام البذور الفجل، الحلبة، السمسم، حبة البركة، بذور الجرجير، البذور عامة، خلطة البذور ارجعوا لها برضو في الفيديو، وعاملة فيديو كامل عن خلطة البذور، من الحاجات الجميلة جدا اللي بتجيب نتائج مبهرة عند الحمام. قلت لكم أنا همسك كل نوع من الأنواع دي وهتكلم عنه باستفاضة، لأن فعلا كل نوع لوحده يعني كفيل بجد إن هو يغير شكل الحمام عندكم خالص، ويغير الحركة الإنتاجية. والناس بجد اللي بتشتكي من موضوع الإنتاج والمشاكل الكتير اللي عند الحمام، اهتموا بالحاجات اللي أنا قلت لكم عليها وهتشوفوا بجد الفرق واضح. طيب بنحطها إزاي؟ بذور الفجل أو البذور عامة، الحمام عندي مش بياكل البذور، اعمل له ايه؟ زي ما شفتوني كده انا جوعت الحمام، طبعا مجوعه الحمام، وبحط له في الاول البذور دي على جوع، اول ما بحطها له بيجري جري عليها. لو هو مش متعود على طعم الحاجات دي يا جماعه هيروح وهيرجع وهيروح وهيرجع، مفيش قدامه غيرها، هيبتدي ياكلها، مع الوقت هيتعود. عودوا الحمام، ما تخلي يعني انتم اللي بتربوا الحمام يا جماعه، احنا بنربي الطيور مش هي اللي بتربينا، يعني احنا هنعودها. بس اهم حاجه في نقطه برضو عايز اقول لكم عليها، لما تجوعوا الطيور عندكم سواء كانت حمام او اي نوع من انواع الطيور، وهتاكلهم طبعا زي ما قلت لكم، لما الطيره بتاكل على جوع بيبان عليها الاكل، بيبان عليها الاكبر اكل وبتزود حجمها، وطبعا لو بالنسبه للحمام بيزود طبعا حجم الزغاليل بشكل ملحوظ جدا، ما شاء الله بجد الزغاليل بتتفطم في وقت قياسي. بس اهم حاجه بصوا انا بقرب لكم الكاميرا، بصوا الفرد الحمام ده، ده حمام زاجل يا جماعه، بصوا الفرحه اللي هو فيها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. المهم نرجع لموضوعنا، يعني لو هتاكلوا الحمام او الطيور على جوع مهم انكم توزعوا للطيور زي ما انتم شايفيني كده، يعني مش يبقى عندكم بسم الله ما شاء الله كميه كويسه من الطيور وتيجوا تحطوا لها مثلا في طبق واحد او طبقين. يعني بصوا انتم عينيكم هي اللي بتربي يا جماعه، احنا بنربي بعينينا زي ما قلت لكم قبل كده، فانتم شايفين الطيور قدامكم قد ايه، لو لقينا في تكدس فمعنى كده ان القوي هو اللي هياكل والضعيف مش هياكل، وتقولوا تيجوا ترجعوا بقى تقولوا في تفاوت الاحجام وفي عندي طيور حجمها صغير والكلام ده كله، ما هو الحمام القوي او الطيور القويه بس هي اللي بتاكل، الطيور الضعيفه مش بتعرف يعني تحارب معاهم وتدخل توصل للاكل. فانتم حاولوا توزعوا الاكل زي ما انتم شايفيني كده، يعني انا بحط مثلا في ثلاثه، بحط في اربعه، لو عندي طيور اكتر هحط في اكتر. يعني اهم حاجه لما الطيور كلها بتبقى جعانه، اهم حاجه ان الطيور كلها تاكل مع بعضها، مش حاجه تاكل وحاجه ما تلحقش الاكل، لا مهم ان كله ياكل مع بعضه، فبالتالي هيبان عليهم بمعنى اصح وهيزود وزن الطيور عندكم بشكل ملحوظ جدا. تمام كده. طيب ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى طبعا تدعموني بلايك، ولو مش مشتركين عندي شرفني اشتراككم، اشتركوا وفعلوا الجرس، فعلوا اول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انزله، ويا ريت تشيروا الفيديو زي ما بقول لكم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.